تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حفل ملتقى وجائزة التميز للمرأة القيادية في قطاع الطاقة لواس 2022 تحت شعار مستقبل الطاقة إمكانيات غير محدودة. نعم، وذلك بمشاركة أكثر من 400 امرأة قيادية في مختلف المجالات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط. وأكد سعادة الوزير على ما تحظى به المرأة في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك المعظم والحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات لا سيما في مجال الطاقة. ونقل سعادة وزير النفط والبيئة ترحيب وتحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للوفود الخليجية والعالمية المشاركة في هذه الفعالية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحتفل في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، والتي تتميز بكفاءتها وعزيمتها القوية في تطوير ذاتها ومهاراتها للمساهمة في ازدهار ونمو البلاد. من جانبها أعربت السيدة ريم الغانم رئيسة لواس 2022 عن جزيل شكرها وتقديرها إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته لفعاليات الملتقى، مشيرة إلى أهمية تهيئة الظروف وخلق المساحات للتواصل والالتقاء بمختلف القيادات من الجنسين لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات لزيادة الوعي نحو التميز والإبداع والتمكين. وفي الختام قام وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بتكريم الفائزات بفئة الجائزة. كانت المشاركات متميزة من حيث الأفكار التي تم طرحها وطرق التعامل مع متطلبات المستقبل في مجالات عدة من ضمنها الموارد البشرية والتقنية وكذلك الجوانب المعنية بالتطوير الإداري والتمكين. دعم المرأة في مختلف المجالات خصوصا المتعلقة بالطاقة، واليوم الحمد لله كان يوم حافل بالتميز وكذلك بإبراز القدرات والكفاءات في المنطقة ليس في البحرين فقط، ولكن شهدنا فائزين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك من دولة الكويت الشقيقة. السيدات الآن صار لهم جدا دور فعال في المجتمع مع أخوانهم الرجال اللي موجودين معاهم، صار الحمل مو موجود بس على الرجل في إن التنمية في الوزارات في قطاع النفط والبترول، صار معهم أخواتهم من السيدات الموجودين كمهندسات كإداريات عندنا في الخليج. هذا جدا شيء نفتخر فيه. أحب أني أشكر لواس ومملكة البحرين على دعمهم للمرأة وعلى ترشيحنا للحصول على هذه الجائزة، لأنه كنا عنصر فعال في دعم المرأة في عملية التعليم وعملية البحث والابتكار، ربط الصناعة بالتعليم الأكاديمي، ويعني أشياء كثيرة وجدناها اليوم في هذا المؤتمر وفي هذه الجائزة. الحمد لله حصولنا اليوم على الجائزة حق Leading of Excellence شيء مشرف وكبير لنا الحمد لله، وبدول الخليج بشكل خاص والكويت الحمد لله المرأة وقدرت توصل لأعلى المراكز ودور المرأة واضح وجهودها جدا بارزة.